مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على قناة الأنيس في مطبخ الشيف ناصرة. اليوم عندنا جيناكم بوصفة سلق، نبدلوا شوية، ماشي دايما اللحم، ماشي دايما الدجاج. اليوم عندنا كويرات سلق بالدان ناشي، ماشي باللحم المفروم، وعندنا سلطة بزاف صحية وبنينة. نبدأ بسم الله بالمقادير تاع كويرات السلق بالدان ناشي. واش عندنا هنا؟ هنا أنا طيبت سلق، هاوليك غليته، صفيته وعصرته من الماء تاعو. عندي دانداشي، بسم الله. عندي هنا بصل قطعته راهو معثوم. عندي ملح، عندي فلفل الكحل، عندي راس الحانوت. هنا عندي طوماطيش غليتها، كنت نقيتها عصرتها من الزريعة غليتها خدمتها بهذا الشكل. عندي عكري، عندي قصبر، عندي طوماطيش تاع الباطا، عندي زيتون للتزيين، وعندي بياض بيضة. عندنا الزيت. نبدأ على بركة الله بأطباقنا لنهار اليوم. بسم الله. الحاجة الأولى اللي نبدأ بها قبل ما نبدأ نخدم في اللحم المفروم تاعي والسلق، نبدأ بلاصوص تاعي. بلاصوص تاعي فيها البصل، هاي ليك، ان شاء الله راكم تستفادوا برك من الاطباق اللي رانا نقدموهم لكم على قناه الانيس. بسم الله. الزيت ندير هنا 3 مغارف، زوج، 3. تقدروا ديروا زيت الزيتون، يعني زيت الزيتون صحي بزاف في الاكل نتاعنا. هنا ندير شويه تاع الملح، بالك تكثروا الملح سرتو مع الصيام. هنا نديرش بزاف، ندير غير شويه، ندير شويه تاع فلفل الكحل شي بزاف، ندير شويه نتاع راس الحانوت، ماشي شويه تاع راس الحانوت، مغرفه تاع راس الحانوت. ندير شويه نتاع عكري. هنا ندير البصل تاعي يتقلى على نار قليلة. هنا ونروح ندي طماطم تاعي، هذه اللي كنت خدمتها نحطها لهنا، نغطيه، ندي هذو نحطها هنايا. مشاهدينا الكرام، نخلو البصل تاعنا يتقلى، بعد ما يتقلى نديرو له الطماطيش اللي كنا خدمناها، ومن بعد تشوفوا طريقة تحضير اللحم، عفوا طريقة تحضير دانداشي مع السلق. هنا بعد ما البصل تاعي راهو يتقلى، ندير الطماطم تاعي، نخليه نزيد له شويه نتاع الماء. هنا الماء راني مسخناته، هنا نخلي الكل يغلي. هنا نخلط لاصوص تاعي، نخليها طيب، نجي ندير لها مغرفه صغيره نتاع الطماطم ماشي بزاف، هاي ليك، نخلي لاصوص تاعي هنا طيب، ومن بعد ندير كريات تاع السلق بالدانداشي. لاصوص تاعنا راهي طيب، دوك نروحو نوجدو الكريات دانداشي تاعنا بالسلق. نبداو بسم الله. انا هنا عندي دانداشي، عندي السلق كنت غليتو كيما قلت لكم قبيله في الوصفه، صفيتو. هنا كاينه حاجه كي غليتو ما درتلوش الملح، الملح راني راح ندير دركايا. بسم الله. عندي الملح، عندي
شويه فلفل الكحل، عكري شويه ماشي بزاف، هلا عندي هنا شويه تاع قزبر، عندي هنا قزبر يعطينا رائحه رائعه، عندي هنا حبه كامله تاع بياض البيض، ليك نديرو شويه تاع الزيت ماشي بزاف، هلا غير مغرفه. دوك هنا نعجنو، ندير كويرات، ام بعد ما طيب لاصوص تاعي نديرو لداخل اللي يطيب. هكذا نبدلو شويه من الاطباق تاعنا، نقدروا هذا الطبق نقدروا نديروه حتى في الفوغ، نقدروا نديروه في الفوغ هكذا نفس الشيء، نديروا لاصوص، نديروا هذه الخلطه، نديروا لداخل الفوغ ونديروا لهم الفوق فرماج رابي. نكمل انا الكرايات تاعي نخدمهم، ومن بعد تشوفوا كي نديرهم داخل لاصوص. مشاهدينا الكرام، كويرات تاعي تاع دانداشي بالسلقاني كملتهم، ما عليا دوكا غير نروح نحطهم في لاصوص. نحطهم هكذا ونخليهم يتجمروا على نار قليله، ومن بعد نرمي لهم الزيتون حتى يدخلهم طياب، باش نرمي لهم الزيتون ونرمي لهم القزبر. هنا نركب نخليوهم يطيبوا، من بعد نرمي لهم الزيتون. مشاهدينا الكرام، نروحوا لتزيين السلطه تاعنا لنهار اليوم. كما راكم تشوفوا الالوان راهم يغيروا. بسم الله، عندي له هنايا سلطه تاع الورق، غسلتها، خيرت هذوك الوريقات صغيرين، عندي طرشي قطعته مربعات، عندي كورنيشون ماشي مقطع، عندي حبه تاع بصل قطعتها مربعات، عندي حبه طماطم قطعتها مربعات، غليت حبيبات تاع البيض، عندي فرماج بغيير، عندي مايز، فلفل الكحل، عندي الطون، وعندي الزيت، تقدروا ديروا زيت زيتون، وعندي الخل. نبداو بسم الله. قبل ما نبدا نعطيكم ملاحظه صغيره، السلطه هذه تاعنا تاع نهار اليوم تقدروا ديروها في لي فيغين، تخرج لكم ثاني شابه، وتقدروا ديروها لهنا. شوفوا احنا عندنا هنا كميات صغار، راهم راح يديروا لنا كميه كبيره، يعني حتى الثمانيه عباد ياكلوا فيها. بسم الله، نبداو بالمايز. هلا نبدا نخلي الغيار هذا مع تالي، عندي كورنيشون طرشي، هذه سلطه توالم في الصيف بزاف، من في رمضان يحبوها خفيفه نبدلو على السلطه تاع الورق. عندي طماطيش تاع الحب، شوفوا الالوان. نكمل ندير الطون تاعي، ندير الكغيير تاعي، شوفوا الالوان كيفاش راهم. هنا نخلط، يلا هاي ليك السلطه تاعي راهي تغير، هاي ليك السلطه تاعي بعد ما خلطتها. شوفوا كيفاش راهي الالوان تاعها راهي يتغير. هنا راح نخدمو لافينيغريت تاعي، درت مغرفه تاع الخل، ندير ثلاث مغارف تاع الزيت، هلا ندير شويه نتاع فلفل الكحل ماشي بزاف، ندير مايونيز،
هلا هنا درت مغرفه تاع الخل، درت ثلاث مغارف تاع الزيت، تقدروا ديروا زيت زيتون، درت رشه تاع فلفل اسود. دركا ندير مايونيز. هلا مايونيز، درت مغرفه كبيره. فوالا نخلط. مشاهدينا الكرام، نخلط انا لا فينيغريت تاعي وتشوفوا نهايه اطباقنا لنهار اليوم. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه حلقتنا لنهار اليوم على قناه الانيس في مطبخ الشيف ناصره. اطباقنا لنهار اليوم نعاود نذكركم بها، كانت كويرات دانداشي بالسلق، درتهم بصوص حمراء بالزيتون، ودرت لكم سلطه صحيه صيفيه. لا فينيغريت ما درتهاش، خليتها كيعود قريب ياذن ان شاء الله ناكلوها بصحه ولهنا. حولك طبق تاعنا ان شاء الله يكونوا عجبكم وصفات اليوم. ما عليا نقول لكم غير صحه فطوركم، الى وصفات اخرى ان شاء الله. سلام. Shop.